هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة. واليوم راح نلعب معاكم لعبة اسمها ليفل ديفل، او بالمعنى الاصح مستوى الشيطان. فراح نلعبها، وهذه اللعبة انتشرت في الفترة الاخيرة وراح العبها معاكم، ليش لا؟ فاذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة، وهيا لنبدأ. قلت بندر الحين المستوى الاول، المستوى الاول ايزي، نمشي بس كذا. يلا ما حد شاف. طيب ها. يعني سوي لك مقلب. طيب شلون ما يقلعك؟ خلنا نمشي. طيب طيب لا 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 لا، الحمد لله كنت انا. اوكي المستوى الثاني، خلصنا المستوى الاول. واي هالمرة ما سوى مقلب، فانا واو خسرت مرتين بدون اي، يعني المرة الاولى بدون سبب. اوكي سوي لك مرة ثانية. اوكي طيب هالمرة ما راح احاول اصير، هالمرة بحاول اصير مو غبية. هالمرة بحاول خلاص عاد خلاص، يعني اصير كيف متوقف. طيب يا ايزي يا يلعب علي يحاول. المستوى الثالث. طيب الحمد لله هالمرة وصلت غبية. يلا الحين راح اسوي مقلب. ايش هذا؟ حرفيا ما في اكبر مني. اوكي يعني ترى واضح انه راح يسوي شيء، فما هو بسريع يعني. لا لازم ننط بسرعة. ايوه ياي ايش ما نطيت. خلينا نجرب نوقف. ايوه ضبط الحمد لله. المستوى الرابع. كيف بيسوي مقلب؟ يعني ايش بالضبط؟ واو خلاص لا ما راح اخذها. ايوه يعني ما يبغاني ناخذها هذه، اصلا ما اعرف لها فايدة هذه الفلوس ولا لا، يعني نشتري بها شيء. واو يا خلاص ايش فيه؟ طيب طيب اخذهم. لا يا اخي البقرة خلاها تتحرك. ليتس جو لا هي ايش في سوالي؟ بالعكس هالمرة راح يسوي بالعكس. ايوه لازم نمشي. خمام داني اكمل كلامي. بيسوي لي مقلب واحد منهم ولا لا؟ كيف يعني هالمرة مقلب واحد؟ يعني ينطون، انا اخليهم ينطون عشان يمدي شخصيتي تعبر. كيف هالمرة مو بالعكس، لكن يعني النطة قوية جدا. يا اخي وش اسوي؟ والله وش اسوي؟ اوكي عرفت الحين وش اسوي. لازم ولا خلاص ما يحتاج شرح. ليتس جو. اوكي الحين رجعها بالعكس. واو قبل شوي ما رجعت مس، الحين رجعها. لازم شوي نمشي. اوكي جاهز. المستوى كم؟ 1 2 3 4 5 6. المستوى السادس. اوه بغيت انط. اوكي
الحين نص ونص سهل ومجد ياي. الحين ما خسرت أبد دليل تو. طيب حسبت بطولة. أوكي يعني راح يسوي لي مقلب آخر واحدة مقلب. الحين أخيرا سويناه. أوه ماي جاد أوه ماي جاد يس ليتس جو. المستوى السابع. ليش ما أمشي؟ وأنا أقول ورا ما أمشي. تمام كويس. يلا طلعها. والله حسبتها بالثانية طلعها. الحين طلعها صح؟ يا رب صبرين. اخي انا وش استفدت الحين من اللي من الطويلة النطة الطويلة فهمي. اخيرا يلا شلون؟ متى تجي؟ يا رب وانا احتريها تجي بجد بوجه. Let's do it. يا ربي لا فكني من شركتك. ياي المستوى الثامن. المستوى الثامن. وات الحمد لله ضبط ضبط ما خسرت ابدا. اوكي ابو الزق اللي فيك لازم الحين وش اسوي؟ احتريل ومقد. الحمد لله مشيت معها عشان ما يسوي فيني مقلب. اوكي يعني الحين انا قل صديت عنها وهو سوي خلاص. ياي وما الحمد لله ما رحت معها مع ذيك الثانية. ما استوعبت ما استوعبت. يلا نفس الحالة ما خليني امشي. المشكلة اذا انا رقيت عالية يوم خلاني امشي. لا ليش ما يخليني امشي وانت جعان؟ حتى لو انت نطيت ما تستفيد شيء. Let's do it. الحين شو بعمل؟ ايش اسوي؟ طيب يا خس يا زب. الحين ايش اعمل؟ ياي شكرا نصحتي. اوكي يا جماعة هذا المستوى التاسع. دقيقة ايوه هذا المستوى التاسع. ويوم خلصنا المستوى ذاك لونه احمر. المستوى الثامن خلصنا وصار لونه احمر. اوكي شو اعمل؟ كيف اوصل لهاي؟ ايه في زر. لا 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 لازم امشي بسرعة 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 بسرعة. ايوه خلاني بقزم. لا 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 الحمد لله بغى يلمسها واخسر اكثر. طيب الحين شو اعمل؟ وات صرت كبير. صرت نتفه نتفه مرة صرت. لا سب. يا ربي اصبر اصبر اصبر. طيب
بعيدة بعيدة. بسرعة بسرعة بسرعة. وف. الحمد لله رجعت حجمي الطبيعي. اوكي الحين ايش النحف؟ وش هذا؟ ايوه هي وش يس. اوكي الحين الحين راح ندب. بسرعة بسرعة اخ ما يمشي ما يمشي ما يمشي. اوكي بسرعة يا هذا البطء. ايوه حسبت بيجي بهذا المكان بس الحمد لله ما جا شيء. ليش المكان كذا صغير؟ لا شو اسوي؟ ايوه الحمد لله. اوكي مهمة سهلة بس المكان مرة صغير. اوكي الحين المستوى العاشر يا زفت. يا اخي خليني امشي خليني امشي. الحمد لله. اوكي واو شو اعمل هيك؟ انا مو باب انا باب فيك ابواب فيك كلها فيك. طب اين الحقيقي؟ بسرعة 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 ينزلون بسرعة. اوكي الباب الاصلي هناك. اذا شفت وجهي يروح كذا يعني ما عليك. اوكي الحين الباب يبط يبط يبط. الباب يروح الباب يروح. بسرعة ايش هالبط؟ بسرعة بسرعة بسرعة. لا تكفى يا باب لا تروح لا تروح لا تروح لا تروح. الحمد لله الحمد لله. اوكي ايه ايش الباب هذا الفيك؟ باب فيك ثاني. يس يا انا الباب يعني يسوي نفسه انه راح يسوي نفسه انه راح انا ما راح ادري يعني. يا اخي بسرعة يا اخي ايش هالبط؟ دقيقة يا جماعة اوكي ايش الفكرة؟ بعد ما قبصني ونطيت فوقه. اوكي لا يلحقني يا جماعة. اوكي اخر شيء يلا ليتس جو. الحين راح اسوي شيء. هو والله هي والله هي والله بيسوي لي مقلب الحمد لله. يا زق اوه ماي جاد. هو الحمد لله ما جاء. الله يقلقك يا ربي يا ربي. اخ اصبر اصبر اصبر. وش في ايش في ايش في؟ لا الحمد لله. لا يلحق وراي يلحق وراي. بيجي بيجي يا اخي. اصبر 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 خلني اتنفس. اوكي ياه ليتس فاين. اوكي الحين ما ادري ايش وين اروح وين اجي. وات دقيقه. لا يا ربي لحظه. لا 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 لحظة يا جماعة خلونا أروح مرة ثانية أجرب. المستوى الـ11 إيش فيه؟ ما فيه شيء ما فيه. آه ما فيه ماشي وأنا أقول. أوكي ما أقدر أروح لورا. أوكي روح كيف اروح؟ لازم اضغط. هي ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اخي ضغطت كذا قوم بالغلط. يلا بسرعة بسرعة يا اللي ثقيل. قاعد اضغط ليش ما يحط يعني. خليني اكمل كل شوي اعلان يا ربي. ايه
ايش سوى يا ابويا؟ ايش في ايش في ايش في؟ اصبر 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 اصبر. يس 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 اوكي ما اعرف، لازم نضغط على هذا الزر اللي هنا. اوكي قال لي سوي فيه مقلب. اوكي اوكي كل شوي زر يا اخي تعبت. ياس اوكي هذه المرحلة حمراء، ما ادري شكلها مرة غريب. لا لا مو حمراء، صفراء عادية. يا ربي انا ما اعرف ليش نطيت من الاساس، لكن اوكي المرحلة زي كذا غريبة. لا 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 يا بقى يا بقى. لازم نكون على هذه الخطوط. كيف سوينا مقلب؟ ايش فيه؟ اصبر يا زلمة. ايش فيه ايش فيه؟ لمست الباب. الله يقرأ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كم مستوى كم؟ 14. باقي 2 ونوصل للشيطان يا جماعة، متحمسين؟ ولا يا ربي وش النقطة الخفيفة ذي؟ حتى انه ما يوقفني ما يوقفني. اوكي هي 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 مو عليك يا بك مو عليك. يس 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 زفت عليك وعلى بك. والله انه تبشر. والله وين اروح؟ الحمد لله تعديت. اوكي قال لي مسوي فيني مقلب وحط لي الفيك الريل الفيك وما ادري ايش. طيب او ماي جاد او ماي جاد بسرعه بسرعه بسرعه. والله انه بطيء بسرعه، والله انه سريع ما فيها سرعه مني. اوكي ابغى سرعه ابغى سرعه. اوكي ما علي انا من اللي تو طلع. اوكي السرعة 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 الحمد لله. شو اسوي؟ يا اخي ما بداني امشي يا زك. ايش في ايش في ايش في ايش في ايش في الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اوكي ايش في؟ كيف اروح للباب؟ كيف زر؟ زر الثاني صغروا صغر المنشار. هي هي ايش في ايش في؟ ليتس جو ليتس جو ليتس جو. نروح للباب بس انط انط خير انط ما في مرة صغيرة. اوكي روحني روحني روحني. نفسي عشان يكون تعلقت. تمام بسرعة الحين كيف نوصل لهذيك بالله عليك؟ كيف نوصل للباب؟ ك
اوكي بيوصلنا بيوصلنا. الله عليك الله عليك. اوكي ايش اسمها المرحله 15 ما قبل الاخير. اوكي شو اعمل؟ الحمد لله تعديت. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. طيب او ماي جاد تحرك. يس يس سو سور ايش فيه؟ صح ايش اسوي؟ كذا كذا الوضع. طيب خش ايش في ايش في ايش ايش في ايش في ايش في يا ولد. افتح لي هذه. طيب نفتحها وبعدين نفتح لي. او ماي جاد بسرعه بسرعه ما بغيت المسها وربي. الحين ايش اسوي؟ كيف بالله عليك كيف كيف؟ اسرع شيء اسرع شيء اسرع شيء اسرع شيء اسرع شيء اسرع شيء اسرع. ليتس جو ليتس جو. الحين ايش في؟ فهمت لازم نرجع ورا ورا ورا. يما لا 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 الحمد لله. خرش اهلي. الحين اخر ليفل اخر ليفل يا جماعة متحمسين. اوكي ايش فيه؟ وانا اروح اين اذهب؟ زق بسم الله خرجت. اوكي الحين شو اعمل؟ خلاص اوكي اخيرا توني توني. ايش في ايش في ايش في ايش في يا مدير ايش في يا مدير؟ كل شوية نط عشان للاحتياط. اخيرا ما اصدق يا ربي ما اصدق. يا ربي صبرني صبرني يا زك والله نطيت شو ممكن؟ لا والله مشيت مسك يا اخي خليني عشان نحط الزفت. اخيرا ما صدق ما صدق ما صدق ما صدق. اوكي اوكي فتح لي الباب فتح لي اللي زي تسدى. ليتس جو. هما شو سوي؟ هي في زر هناك تبي شوفه. حين ننزل او ماي جاد قاعد اثقل قاعد اثقل ويجي زلزال. لا ربي زلزال لا يا اندعس. واو اوكي يعني الحين لازم نمشي من اول ما نضغط الزر الاخير. هيا وقت المشي وقت الهروب وقت الهروب وقت الهروب. بسرعة بسرعة بسرعة. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يس يس وات بابل بابل ربع دخلني خلصت
يا أخي كان دخلت أنا طيب، كان خليت أنا ندخل العالم الجميل إنه رح نرجع ولا إنه رح وإيش بقعد هنا للأبد؟ الشخصية هذه بتخليني أقعد هنا للأبد. واو يا القضاء، القصة النهاية الخايسة كل هذا عشان النهاية دي. واو. أوكي يا جماعة خلصنا الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، بس مع السلامة.